أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مرة ثانية نلتقي مع هذه الانطلاقات، مع هذه المسيرة، شوطنا الرابع لفئة اللقاية مخصص للجعدان مع 3 كيلومترات. على البركة نمشي في أول الأمتار من عمر هذه المسافة ونستلم شعار أحمد بن علي بن محمد أبو نواس الاستبي من يقدم عجيب على الصدارة ليلي على المركز الثاني الشاعر فري بن راشد بن سرداح الاجتبي، أما المركز الثالث الحاضر وقاد ومبارك بن راهد بن عبيد بن تغيش الاجتبي. ونتأخر قليلا، نتأخر وأشوف أشوف 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 على المركز الرابع، أشوف اللي أنتم تشوفونه، تشوفون اللي أنا أشوفه، أظني تعرفونه، أظني أنكم تعرفونه، هو في المركز الخامس الآن، ولكننا بناخذ الرابع، بنقول شاهين العلي بن عبد الله أبو نواس، واللي هو نقول نشوفه ما نشوفه هذا الكروان، هذا الكروان، هذا خطير وأخطر من خطير، أخو غناتي وأخو عموه وأخو وايد، هذا أبو سنامين والكاس يبغي له سنامين، سنام واحد ما يسده، هذا هو اللي شفناه الآن، بادورك لين ألقاك، ببحث عنك وين تكون يا الكروان، بعرف دعواي ودعواك، دعوانا دعوة ناموس، هذا خطير، هذا خطير، ترى له ماضي ماضي وسجل حافل بالانتصارات لسالم بن محمد بن حزيم. أما القادم بالمركز الخامس، الخامس مناور خليفة وخالد بن خليفة بن علي الرزي الشامسي، ومن الجانب الآخر أشوف اللي على المركز الخامس أو السادس، هذا أظني السهيل بن مبارك برقاد، أو هو هذا شاهين علي بن عبد الله أبو نواس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى، شو ترشح يا نايف فيهن؟ أنا بحط ترشيحي على الكروان، وأنت وين؟ مع الكروان؟ مع الكروان؟ ومع أبو حميد؟ الله، ومع عبد الله، عبد الله نعم الرضا بيرشح الكروان، وأنا أرشح الكروان، والجماهير ترشح الكروان، وركز يا أبو محمد، ركز ركز يا ابن حزيم، لأن عندك أسامي قوية في المقدمة، شعارات قوية ما تستسلم بهذه السهولة، شعار بن واس، شعار بن سرداح، وشعار بن حزيم، وشعار الرزي، وشعار أيضا بن دغيش، ياهي شعارات، ياهي أسماء، يلا يا أبو الكروان، يلا هذا وقتك وهذه أيامك، وبدأ الموسم، نعود إلى المقدمة عجيب لأحمد بن علي بن محمد أبو نواس، أو بن سرداح أيضا يدافع يدافع عن 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 الأول، عن الأول في موضع الدفاع في مقدمة الشوط، الشاعر فري بن راشد بن سرداح، ويلا يلا يا الجوكر، يلا يا الكروان، رشحناك ولا أول مشاركة بعدها عنده، أول مشاركة، يلا يلا افتح 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 الهيدرز، افتح الهيدرز، شغل شغل روح، فور ويل فور ويل فور ويل، أيوة 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 أيوة، الله الله، ولكن الرزي ما هو بسيط، الرزي بعد ينافسه، هاجم معه هجوم جماعي، بونواس يا بونواس، بونواس يا بونواس، بونواس يا بونواس، الله الرزي، بونواس بن حزيم، بونواس روح عنهم، روح روح من البداية، يقوم طفر وينتهي طفر، كنا على لاضي ملاله، من البقايا ياخذ الأمر، تصوير تعليق وعباله، والتيم الأول يكسره كسر، والرزي واصل، الرزي حاضر، الرزي هاجم، الرزي حاضر، الرزي الرزي، أبو نواس أبو نواس سلم المفاتيح مع المركز الأول للمركز الأول، هذا مفتاح المركز الأول، سلام يا أبو نواس، سلام سلام لراعي عجيب أحمد بن علي بن محمد بن نواس، الثاني عندك يا الرزي الشامسي، الثالث الكروان سالم بن محمد بن حزيم، والرابع عندك يا بن سرداح. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز الأولى. التوقيت الزمني كم؟ 4 دقائق 49 ثانية.
050 46 30 390 المذيع سالم برتاب. هي خلاص طيب، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لكل الفائزين.